داخل المجتمع. وسبب ذلك هو فساد وإفلاس رجال الدين المتسلطين الذين زادوا على المشهد الاجتماعي والسياسي. ظهرت في الآونة الأخيرة تيارات منحرفة دينية استغلت عواطف وضعف الوازع الديني والعقيدي عند بعض الشباب، فأدخلت ما ليس في الدين في الدين، ومن ذلك ما يسمى بالشور والراب وهذه الأمور التي الخزعبلات التي لا ما أنزل الله بها من سلطان.